اول النهارده معاكم اخوكم الدكتور احمد ضرب الباب مدرس مساعد قسم ارشاد حسين، لكن مكان حضراتكم اللي خاطر في بالي ان احنا نتكلم عن تجربه شخصيه في العمليه التدريسيه. ده من خلال ان احنا بناخد دور في كليه التربيه ونتكلم عن احتياج معلم وعن تدريس. انا احب اكلم حضراتكم عن تجربتي الشخصيه في العمليه التدريسيه. وهذه الخبرات اللي انا شخصيا اكتسبتها من اساسي ومن العمل في التدريس يعني على مدى من سنه 2009 يعني على مدى 7 سنين تقريبا. الاول انا بقول لحضراتكم ده مجرد تجربه شخصيه مش فرض على حد او لي. رايي الشخصي ان في الدرس لازم يكون في قواعد انا بحطها لنفسي او بحطها للطالب. وعلشان نمشي على هذه القواعد المفروض ان احنا ناخد الدرس ده من اول خطوه لاخر خطوه لترتيب عملي. بمعنى انا ببدا البدايه بتاعتي ان انا بدخل الفصل بتاعي في معاد. اذا البند رقم واحد المفروض ان انا اكون اول اللي التزم بهذا النوع. يعني الدرس بتاعي الساعه 9 اذا المفروض 9 على 5 اكون في المكان بتاعي. ده رقم واحد. رقم اثنين، هل معنى ان انا دخلت الدرس ان باقي الطلبه ما حدش يدخل ورايا؟ انا رايي الشخصي لا. المفروض يكون في مساحه من التسامح او القبول. ليه؟ لسبب. اذا كنت انا جاي بعربيتي الشخصيه، في طالب بيجي بمواصلات، في طالب جاي من بلد ابعد، اللي من سوهاج غير من مراغ غير من البحر غير من الدمى، لازم يكون في تفاوت. مش هحاسب الطالب اللي من سوهاج صاحي من 10 دقائق وصل الدرس زي الطالب اللي طالع من الدمى الساعه 7 الصبح. اذا لازم يكون في مساحه من المرور في الحضور. طيب بعض الناس هتقول لا ما كده في عدم التزام. انا رايي الشخصي ان الطالب اللي بيتاخر عن الدرس العقاب بتاعه الاساسي ان هو فاته جزء من التدريب بتاعه. فهو زي ما هو قصر هو حصل ليه يعني نوع من العقاب النسبي بمعنى اصح. ده بند رقم 2. بند رقم 3، المفروض ان انا في التعامل مع الطلبه في التدريس ان انا بكون عادل. ايه معنى كلمه عادل؟ يعني بمعنى اصح انا بدرس مكان زي كده في طالبات وفي طلبه. ما ينفعش تقول انا بتكلم بوسط الطلبه يا جماعه يا شباب الطلبات دول انا ايه؟ انا مش قادر ابص في حته. لا. إذا أنا في الأسلوب بتاعي لازم يكون حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الواحد يكون عادل في النظرات الناس اللي بيكلمها، فلازم يكون الكلام بتاعي جلوبال موجه لجميع الاتجاهات. طيب المبدأ اللي بعد كده، هل أنا بنظر للناس اللي بشرح لها نظرة إن هم محكمين ولا متلقيين ولا إن أنا مش هحسبهم في اعتبار أصلاً؟ هو أكيد هيكون ليهم اعتبار. بمعنى إن أنا ببص على الناس بلاقي حد متفاعل معايا ومركز، في حد مثلا ورا نايم، في حد مثلا بيلعب في الموبايل، لا. لكن نظرتي الاساسيه لازم تكون نظره جلوبال. انا مش مستني ردود الفعل، يعني بمعنى صح لازم يكون في ثقه ان انا مش خايف ببص الناس لانها محكمه، لا. بالعكس انا ببص لهم نظره جلوبال، نظره ما تاثرش في الاسلوب بتاعي. الاسلوب بتاعي اللي بشرح بيه لو كانوا طلبه، لو كانوا طالبات، ايا كان. لكن طريقه التدريس المفروض تختلف على حسب نوع المتلقي. بمعنى انا مش هتعامل مع الطلبه زي ما اتعامل مع نواب الدراسات العليا. الطالب اكيد هتكون فيه مساحه لو هقول ضرفه في الحوار بتاعي او في الشرح هتكون مره او كده لتجديد النشاط او لتخفيف الموقف. لكن ممكن اخد راحتي شويه في الكلام لما يكونوا الطلبه دول مثلا 4 5 طلبه دراسات عليا زمان في القسم. اذا الاسلوب الطريقه ماشي هتكون واحده في طريقه الشرح، لكن اسلوب التعامل اكيد هيكون مختلف مع الطالب او طالب الدراسات العليا عن يعني حسب نوع المتلقي. تمام؟ النقطه الثالثه، لو انا بشرح في سيمينار ممكن تحضر ناس اساتذه اكبر مني. في الحالة دي مع عظيم احترامي يجب أن أتجاهل تماما نقطة إن ده أستاذي، بمعنى هاخد راحتي في الشرح وهخاطب أصغر واحد في الموجودين. أنا في السيمينار بكلم من أول رئيس قسم لحد أصغر نايم. إذا دوري في السيمينار ده إن معلومتي توصل لأصغر نايم، لو وصلت معلومتي لأصغر نايم يبقى أنا وصلت معلومتي لكل الموجودين. لكن لو وصلت معلومة أستاذي بقول معلومات اللي عندي.